يا أهلا سلمى، أهلين شرفتي دينا ونورتي. حبيبتي. نحن حكينا بالجزء الأول سلمى إذا بتتذكري عن الحاجات، الست قواعد اللي أنا كنت ملخصتها من كتاب His Needs and Her Needs، وحكينا إنه أهم حاجة عند المرأة هو حاجة الأمان بالإضافة لحاجة الحب، ولكن يعني ما في اثنين بيختلفوا إنه حاجة الأمان هي رقم واحد عند الست. فاليوم أكيد. حلقتنا رح تكون مرتكزة على حاجة الأمان عند الست، واو. ورح أبلش حديثي بمقولة بتقول: الأنثى تسمح لطاقتها بالظهور فقط عندما تشعر بالحب والأمان. وكأنه هالست بتكون مخفية ومش مبينة، بس تحس بالحب والأمان بتطير وبتصير بتعطي الحب وبتعطي a lot of beautiful things صحيح. مع هالأمان اللي بيكون عندها. Yeah. أنا هلأ هون رح أقرأ من كلمات الدكتورة دعاء راجح، دكتورة مصرية بحبها كتير وبوجه لها التحية لأنه هي بتحضرني وبتحضرنا، وبحب كتير كتاباتها حقيقة. دكتورة دعاء هي مدربة مهارات حياة ومستشارة أسرية واجتماعية، وهي كمان طبيبة. شو بتقول دكتورة دعاء عن الأمان عند الست؟ بتقول: المرأة أساساً عندها شعور مستمر وخافت بعدم الأمان لما بتتجوز. الزوج إما يضاعف هذا الشعور أو بيهديه. المرأة عندها الأمان العاطفي أهم من الأمان المادي، يعني تتحمل عدم الاستقرار المادي ولا تتحمل أبداً عدم الأمان العاطفي. عندما لا تشعر المرأة بالأمان يصعب عليها أن تعطي السكن. وخلينا نقول أولاً كيف لا تشعر المرأة بالأمان. عندما تهدد بالطلاق، صحيح، عندما في فئات معينة عندما يذكر لها التعدد، لما بتكتشف خيانة حتى لو كانت خيانة طبعاً. بالواتساب وحديث تشاتس مش مظبوطة، صحيح، لما بيقارنها، لما بيكون الزوج ما بيحكي الحقيقة وبيخبي عليها، أكيد. لما ما بتلاقي سند في الأوقات الصعبة، لما بتكون غير واثقة من ثباته الأخلاقي أو حتى من ثبات الأخلاقي تبع المحيط تبعه تبع أصحابه، لما بيكون ضعيف الشخصية وقراره مش بإيده وممكن أي حدا يأثر فيه، صح. لما بيكون حبه لإلها مشروط بأشياء معينة لازم تعملها وبتوقف حبه بغض النظر عن أي شيء تاني هي عملها بتعمله، يعني دائما حاطت لها شرط، دائما she's on eggshells هاي الست. الأمان العاطفي عند المرأة معناها أنها تحس أنه زوجها بجانبها، بيحبها، معجب ومقتنع فيها، ولا يستغني عنها ولا يتطلع لبرا. تحس المرأة بالأمان عن طريق أنك تؤكد دائما الحب ولا تحسسها أبدا أنك ممكن تستغني عنها مهما حصل. تحسسها بالإعجاب، وبتركز هي هون دكتورة دعاء الإعجاب غير الحب، وتذكر لها دائما صفاتها الجميلة ومميزاتها. تتجنب الحديث عن زميلات العمل أو غيرهن ولو مزاحا لإثارة الغيرة. إنك تكون واضح وصريح ومنفتح عليها ولا تخبي عنها، وهذا بحد ذاته رح يزود ثقتها فيك. إنك تكون منفتح وواضح وصريح يعني إنك تتحدث عن نفسك ويومك وأحلامك ومشاعرك وأفكارك ومخاوفك وخططك، يعني شاركها بكل تفاصيل حياته، صح. وهي كذلك هذا يبني رابطة عاطفية وثقة وإحساس بالأمان. المرأة إذا حست بالأمان تستقر وبتعطي حياتها وجوزها كل ما عندها وبتبدع فيها. يعني إذا زوجتك حاسة بالأمان أنت رح ترتاح ورح تتدلل كتير. اللي مو حاسة بالأمان، وهي نقطة كتير مهمة، على طول قلقانة وبتبكي ومتعصبة ومتدمرة من الحياة وبتفتعل المشاكل ومتطلبة ماديا كمحاولة لتعويض عدم الأمان العاطفي، وبتحاول تعتمد على نفسها وتبقى strong independent woman لأنها غير مطمئنة، وسهل تبيع مقابل أنها ترتبط بشخص آخر يعطيها هذا الإحساس بالأمان. فيا رجال استثمروا في شعور المرأة بالأمان، لأن هذا هو الأساس البيس اللي بيبني فوقه كل حياتها معك. نعم. مهما كنت بتعمل ومهما كنت بتجيب بس بنفس الوقت مش محسسها بالأمان معك، هذا كله للأسف ضايع. استثمر أفضل في الإحساس بالأمان لأنه في مصلحة الجميع. ما بعرف إذا عجبك الكلام سلمى، بس بظن من هيك من إيحاءاتك إنه عجبك. يعني شو بتحب تضيفي؟ وبعتقد إنه بالعالم العربي يمكن بسبب قوانيننا المشحفة بحق المرأة
في هيك سلطة أكثر عند الرجل، يعني he comes with an upper hand. وعند البيئات اللي ما فيها وعي في كتير ستات حاسين حالهم بعدم الأمان. يمكن يعني إيه يعني إذا عم نحدد البيئة هون دينا كتير أفضل، لأنه هيك شعوري وكأنه الرجل دائما هو اللي سلطوي. إيه نحنا يعني خاصة بعصرنا اليوم وبوضعنا اليوم نحنا صار في عنا إيكواليتي أكتر أتليست باللي عم نشوفه بهالجيل الجديد الطالع، أو هيدا اللي بدهن إياه وهيدا اللي عم بيشتغلوا من أجله. هلأ عم نحكي عن موضوع الأمان، أنت عم تحكي عن ركيزة العلاقة الزوجية والعلاقات بالإجمال، بس نحن هلأ عم نحصر حكينا كمان عن العلاقة الزوجية. هلأ قدي حكيتي أنه المرأة بتيجي وعندها نقص بهذا الشعور، كأنه هالشعور فايتة فيه. هلأ شو الأمان؟ كمان حكيتي لنا أنه هو الشعور بالانسجام يمكن والراحة أوكي مع الآخرين، ويمكن أهم آخر هو ذاتي. يعني أشعر بالأمان والانسجام والطمأنينة مع نفسي، وهيدا الشيء يلي نحنا ما تربينا عليه هيدا الفكر أو هيدا الوعي. فنحنا دايما بدنا حدا من برا يعطينا الأمان. وبالعلاقة الزوجية مين مصدر الأمان؟ الزوج. الزوج مصدر الأمان لزوجته، كما أنه الزوج مصدر أمان لزوجها. يعني كل اللي حضرتك تفضلتي فيه هو بينطبق على العلاقة التبادلية. الأمان تبادلي هون، عرفت كيف؟ يعني لازم مش بس الرجل يعطيني هذا الإحساس، أنا بشوفه عياديا. يا ما في رجال يعني بيشكوا من عدم شعورهم بالأمان مع المرأة. So sorry بدنا نطلع على الموضوع ببرسبكتيف يضم exactly بالضبط شمولي، بضم بوث الرجل والمرأة. هلا كتير حلو إنه وقت ما هالحاجة للأمان يلي هي أساس مهم عم تتلبى، قلتي لنا عم بيطلع طاقات، عم بيفجر طاقات. وفعلا تعرفي وقت ما بتتلبى هالحاجة بصير فكري عم بتأثر إيجابيا، فكري عن ذاتي. يعني وقت ما يكون هذه الأمان بيني وبين الزوج، مرتاحين مع بعض، في انسجام، ما في تخباية، مرتاحين مع بعض، منشارك مع بعض، ما في شيء مخبى، لأنه قادرين نحن نقعد مع بعض ويكون تفاعلنا سليم صحي. مش عم نقعد ننتقد بعض، مش واقفين للتاني على دقرة حتى نضايقه أو حتى نقول له أنت الغلط وأنا الصح، عرفتي؟ يعني هيدا أكيد بده شغل كتير 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 حتى نوصل لهالمرحلة الهادية اللي فيها توطيد لهالعلاقة الزوجية بعد ما تكون مرقت بكتير ups and downs، لأنه نحن بنعرف حتى العلاقة بتمرق بمراحل. anyways فبدي أرجع لشغلة الأمان. الأمان هو أني أنا أشعر أنه الآخر هو الملاذ الآمن لإلي. حلو. والقاعدة الآمنة يلي منها بقدر أنطلق لأستكشف ذاتي وأستكشف إمكاناتي وجيب أفضل ما لدي وأرجع أجي عند هالشريك، والشريك نفس الشيء، ونقدر نتبادل بهالخبرات الجديدة وننمو وننطلق أيضا. وقت ما أقول ملاذ آمن يعني هو الإنسان الذي ألجأ له عندما أنا أكون متضايقة. أكيد. وقت ما أكون أنا عم بواجه صعاب وصراعات خارجية أو تحديات، ما بدي أكون لحالي عم بواجه هيدا الشيء، بدي أنا شريك. وحكيتي لنا كمان عن نعمة الزواج، فهون نعمة الزواج أني أنا بلجأ لهالشريك يلي هو الإنسان الوحيد اللي بقدر أبوح لإله بمكنونات ذاتي. شو عم بيصير معي من أفكار، من مشاعر، من عالم الداخلي؟ حابة تحكي لنا شيء؟ حابة أقول لك سلمى أنه مرات في شخصيات يمكن مش بإيدهم، بس بيكونوا هن كتومين مثلا. صحيح. وكتمانهم بيكون مؤذي للطرف الثاني. يعني بتكون هالست هاي بس معها شكوى متكررة من الستات. مزبوط. مش لأنه هو جاي سلطوي، مش لا مش لا لأنه لا بس هذا، بس هو مثلا ما بيشارك. صحيح. ما بيشارك مشاعره. exactly. ما بيشارك تفاصيل حياته. صحيح. وهذه كتير بتأثر بالست،
البيت يعني أكيد. أنا أنا وياك اتنيناتنا فيميلز وبنعرف قديه بتأثر لما بتكوني هيك بتفاصيل حياتك عمالك بتحكي مع هالرجال قديه بيصير في انسجام أكتر صح. ونحن بنسميها كمان vulnerability مش عارفة شو بالعربي اللي هي شفافية يعني الشفافية كل ما الواحد قدر يفهم شو النقاط اللي عرفتي اللي بتمسها البني آدم تقدري انت تاخدي بإيده أكتر. فإذا نشوف شو عم بتقولي لنا دينا، عم بتقولي لنا عن أهمية المعرفة المعرفة العميقة على مستوى مش بس شو بتحب دينا تاكل وتشرب المستوى المادي أو السطحي، لكن أنا عم بقدر أعرف الآخر. هون بدي أحكي عن الزوج، والزوج عم يعرف زوجته على مستوى أعمق على مستوى المشاعر، شو عم بتحس، شو عم بتفكر، شو عم بيكون عندها تحديات، شو عم بيكون عندها صعوبات. عم نقدر نسترجع، عم نسمح لبعض أنه نتشارك بهيدا الليفل لأنه في أمان. صحيح. بس لو ما في أمان ما لح أقدر أوصل لهذا الليفل أكيد، ولح ضلني هون مثل ما حضرتك تفضلتي أنه on eggshells. ليش؟ لأنه عدم الشعور بالأمان يعني الشعور بالخوف. تخيلي أنا بعلاقة كل شوي بشعر بتهديد فيها، بخوف بأنه أفسر هلأ شو لح يصير. walking on eggshells يعني الالارم سيستم جواتي مفعل، أوكي، خايفة هلأ يمكن يكون عنده ردة فعل يمكن كتير كبيرة، يمكن ننأذى منها. يعني في رجال مثلاً عصبية، العصبية المزاجية unpredictable، عرفت كيف؟ ما بتعرفي بتحكي معه هو لح يسمعك بالزبط. مرة يمكن بيسمعك، مرة يمكن بيثور بوجهك. صحيح. عرفت. سو هيدا كله عم يعني هالمشاعر هاي وين عم بتروح؟ عرفت، هاي ما عم بتطير هيك بالهواء، هاي عم بتروح هالشي نحنا بنسميه الرصيد العاطفي أو البنك العاطفي اللي نحن منفتحه بلا ما نكون منتبهين، عرفتي، ومنحط فيه مشاعر وعواطف وتلبية حاجات. كل ما كان عندي هيدا الشيء معبى، عم نلبي حاجات بعض، عم نتواجد لبعض، عم نكون موجودين بحياة بعض عند الحاجة بالأخص، وعم نحتوي بعض، مش عم ننتقد بعض، مش عم نضلنا نقوص على بعض. إذا بدي سوريلي نحن هون منكون عم نستثمر بهالبنك العاطفي، وبالتالي الأمان خي مرتاحين. طيب. لأنه في عندي رصيد كتير حلو حتى لو انسحب منه ما بيلغي الموجود. طب سؤال سلمى، هل منقدر نعتبر انه يعني بمعظم الحالات مش بكل الحالات، انا متفقة معك في رجال مرات هن حاسين بعدم الامان مع الست، بس بمعظم الحالات ببيئتنا العربية هي الست اللي محاسة بالامان اكتر مع الرجال، صح؟ شو بتوجي لهم كلمة للرجال انه لحتى يعززوا هالامان؟ شو بدها الست من الرجال؟ يعني حكينا نقطة مثلا انه يكون دائما تفاعله بالبيت يكون لطيف، بده يتواجد يكون. اكيد يعني اول شيء تواجد الرجل في حياة المرأة، واصلا يعني كمان انت عم تخديني على محل تاني بصير فكر شو اللي بيمنع الرجل من التواجد في حياة زوجته. اوكي، يمكن هيك بنقدر نشوف بطريقة افضل. الانسان يلي مش قادر يسترجع، خلينا نبلش تخدها من مستوى الاطفال. الطفل بيحتاج انه يجي عند امه، شو ما كانت مشكلته بده امه تحتويه، بده امه تتفهمه، تتفهم مشاعره، توجهه بطريقه محبه، تحكيه بطريقه يضل فيه اللي هو حاسس بطمانينه معه. نفس الشيء الرجل بيحتاج هيدا الشيء من زوجته، كما انه الزوجه بتحتاج من زوجها نفس الشيء. لكن again ترجع على يمكن إذا بدك طبيعة الرجل، نمط التواصل تبعه، إذا في عنده يمكن مشكلة في عصبيته أو في سكوته الزايد، عدم المشاركة. طب هيدا كله طبعا له أسبابه، أوكي، لكن هو بيصير زي حاجز عم بيمنع من تكوين هالحميمية، هالعلاقة الحلوة اللي فيها تقارب، اللي فيها دفء بين الزوجين. وبالتالي نحن إذا ما في إيمان بصراحة ما في علاقة. حلو. السمبل أزدهات. إذا في أمان
في علاقة وعلاقة حلوة وطيدة رح نكبر بموجبها. فإذا الزواج البيس تبعه المرتكز عليه هو الأمان، والثقة والأمان، ثقة والأمان، لأنه دون أمان دون ثقة كمان الثقة ما هي يعني it goes hand in hand مع الأمان. عرفتي؟ ما في عندك ثقة بدون أمان، ما في أمان بدون ثقة. وهيدا الشيء بيجي من المعرفة، بدي أعرف دينا مزبوط ودينا بدها تعرفني مزبوط. بستثمر بأنه كل واحد يعرف الثاني بالطريقة العميقة جدا. Thank you. جدا Thank you. جدا exactly. بدنا نعرف بعد المرأة، بدنا نبلش هون المرأة تعرف حالها. أوكي. يعني المرأة يلي بتتطلق هل ضروري تروح ويصيبها اكتئاب وتنهار؟ لا طبعا، بغياب الزوج. نعم الزوج هو مصدر للأمان، أوكي، لكن كمان هو مصدر يعني اجتماعي إذا بدك، نفسي خارجي، بس في عندي مصدر داخلي وهي علاقتي مع نفسي. صح. مع ربي. صحيح. أوكي، هيدا كمان المرأة لازم تشتغل عليه ويكون تقوى فيه، تمكن حالها، تحس في عندها جذور توقف عليها صلبة. هذا كتير حلو سلمى على فكرة. بإيمانها يعني الست اللي ناقصها مثلا إذا أثر الجوز وهو ما عنده هالوعي، بدها تستثمر بعلاقتها مع ربها وتكون هي مع نفسها. تشحن حالها بذات نفسها. Thank you. بدها تشتغل على حالها، على أفكارها، ما تبلش تكون هي ماخدي دور أنه أنا المبسوة exactly. دور ضحية. أنا ما بسوى، أنا في شي غلط، أنا في شي عيب، أنا مش محبوبة، أنا ما حدا بده ياني، you know. بتصير هي تاخد اللوم وهي مش المشكلة فيها، فبتحمل حالها شي حرق. يعني ما بصير تعمل بحالها هيك لأنه عم تقصط بدل ما نعليها. سوري لي هيدي كتير مهمة. بعدين مشاعرها وأحاسيسها كمان الأمان في أنه أنا بحق لي حس شو ما عم بحس، بطلع لي وانت بيطلع لك، بس يمكن ما بيطلع لي اجرحك لنفترض في غضب، ما بيطلع لي اجي اجرحك بهيدا الغضب، بيطلع لي اني انا اوعى بنفسي شو عم بيصير جواتي، وقت ما اجي بدي احكي معك احكي بطريقة عبر فيها عن مشاعري، عبر فيها عن حاجاتي، وعبر فيها بكل محبة عن شو اللي عم بضايقني، على أمل أنك تفهميني وتعرفيني أكثر. سوري لي في عنا كتير يعني شغل على هالعلاقة. الست بدها تشتغل على حالها، والرجل كمان وقت ما يشوف أنه المرأة قدامه مرأة يعني she is an individual individuated in her own self، متفردة بشخصيتها، بكيان عم تشتغل على حالها، ودائما نحن بنشتغل على حالنا، ما فينا نقول أنه وصلنا. سو هيدا الشيء بخليه هو كمان يتطلع عليها بعين التقدير والاحترام، عم تنمى امام عيونه، عم بشوف انه هي كل يوم عم تتغير، كل يوم عم تشتغل على حالها، هيدا بزيد احترامه، بزيد شغفه اذا بدك حتى لها. فهيدا كتير مهم دينا نشتغل عليه، والمره تكون واعيه بهون اهميه الدوره، مش بس امانه بيجي من برا من زوجي. أكيد. أكيد. مع أنه هو مصدر كتير مهم. أكيد. حلو. فإذا الخلاصة هي أنه الست لازم تكون هي كمان مصدر نفسها بعلاقتها مع ربها، بعلاقتها مع محيطها. أكيد. يعني لازم ما تعتمد أنه هالرجال هي the only source صح. اللي عمله بيعطيها الأمان. كمان شدد على شغلة دينا أنه هي بتقدر تخلق توجد الأمان. كيف؟ بعلاقتها مع الزوج، وقت ما هي تكون عارفة زوجها، هي بلشت تستثمر وقت في أنه تفهمه وتفهم مشاعره وتتعاطف معه. حلو. إيه كتير إلى دور. يعني إحنا ما بدنا ناخد صعيد. يعني بفهم منك سلمى أنه حتى إذا هو مثلا غايب عنه أنه يعطيها شعور الأمان هي بحاجته، هي بده يكون عندها الوعي الكافي لحتى هي تضلها تلفت له نظره كمان، تدخل بأعماقه، تدخل بأعماقه وتلبي احتياجاته. إكزاكتلي. شوي على شوي بفكفك هالرجال وبصير بيعطيها الأمان، بصير ينتبه، بصير يعني يقول خايف في حدا عم بحس فيه، وشو بدنا نحن أحلى من أنه إنسان معنا عم بحس فينا وعم بتفهمنا. صح. وعم نرتاح بوجوده، أكيد بدي أعطيه أمان مين ما كان يكون. عرفتك؟ معناته الفكرة دائما إذا يعني من وجدت الشيء، أنا هيك بفهمها سلمى، أنه take the leadership lead. Exactly. lead. يعني إذا هالطرف الثاني ما عم بيعطيني. Yes. I have to lead لحتى أساعد هالشخص يعطيني احتياجاتي. يلي بيعرف الأنضج
اوكي والمتواضع اكثر is a good leader. Leaders serve. القائد هو الذي يخدم وليس هو الذي يتأمر. اوكي في فرق بين being bossy and being like a leader. Alright. فانا يعني بدعو المرأة انه تكون هي قائدة في حياتها في 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 قائدة محبة مش بالعصاية ومش بالتهديد ومش بالشروط ومش بمعايير لازم تحقق لي اياها والا ما بتطلع فيك. هذا مش حب. اوكي الحب هو ينبع من جوا من فهمي لذاتي من تنمية هالبذور الحلوة اللي جواتنا ربنا كلنا عنا اياهم بس مش كلنا منتبهين كيف بدنا نسقيهم وننميهم. سوري اللي كتير مهم هون نحن انه ما ناقصنا ما ناقصنا شيء. وكل ما كمان يعني بدي روح انه لناحية الايمان الايمان بيعطي امان اكيد. كل ما كنت انت مآمنة بالعقل والمنطق كمان مش بس يعني اذا في حد مش علمياني بدي اقول لا انا مقتنعة في عندي conviction انه انا قد ما كنت في شيء اقوى مني the source اللي هو ربنا حامينا ومتطلع فينا exactly. المهم كمان نخلي connection ومصدر مع الأمان. مصدر الامان yes. بالضبط okay. شكرا كتير سلمى okay. يعني كانت عن جد خلاصة كتير حلوة I'm glad. وقلنا لقاء انا وياك شكرا yes, كتير thank you